أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم الرقص للنساء بالأعراف مع استعمال الدف؟ وهل للرجال استخدام الدف وسماعه في الأعراف؟ يباح للنساء، بل يسأل للنساء ضرب الدف والغناء المعتاد اللي ما فيه تطريب ولا فيه تكثير ولا فيه مجون ولا معه آلة له، إنما معه دف فقط. هذا السنة لأجل إعلان النكاح، لأجل إعلان النكاح. وإذا رقصنا هو مباح له من الرقص، لكن ما هو بالرقص المعروف الآن الماجن. الرقص الماجن هذا لا يجوز، لكن الرقص المحتشم اللي معه ستر معه صيانة، إنما هو مجرد تمايل بين النساء بعضهن مع بعض من إظهار الفرح والسرور مع ستر المرأة لنفسها، ما هو الرقص الخلاعي المعروف الآن، هذا لا بأس به، مباح. نعم، إن شاء الله، بشرط أن يكون هذا في محيط النساء ولا يطلع عليهن الرجال. نعم، استخدام الرجال للدف في الأعراف لا يجوز، إنما ورد هذا حق النساء. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به النساء ولم يأمر به الرجال، الخاص بالنساء.